صراحه مكرفصه عليها ديال بصح كتعدى عليها بمعنى الكلمه انا مزوجه كنفكر نطلق باش نحمي الاخت ديالي سواء نخرج انا وياها نعيشو يعني غير بزوج سواء نكون مع الوالد المهم غنكون حاضي اختي وراده ليها البال ماشي هي بوحدها مع مع مرات با اللي اش غنقول لكم ردت ليها حياتها جحيم كتكرفص عليها ما الاب ما يعني نقولوا بحال ما حاضرش واش مسحور واش مغلوب الله اعلم يعني واخا كيشوف واخا البنت كتعاود ليه ولكن ما كيدير حاجه انا هادشي ضرني بزاف وما طيب ومبقيتش قاده نصبر هادشي كله قالته لينا واحد الاخت عبر تعليق في القناه يعني حطاتو على احد الفيديوهات فالبنت هاد السيده هذه صراحه قطعت لي قلبي تحطات في واحد الموقف اللي لا يحسد عليه يعني حتى واحد ما كيبغي يكون في بحال هاد المواقف هادي لان يعني كتلف بيك ما كتبقى عارف شنو غادي دير شنو تسبق ولا شنو توخر نطلب والله يدير ليها تاويل ديال الخير وكما كتشوفوا هنايا السيده كتبات اختي عافاك نطلبك واحد المشكل غنحمق بغيت البنات ينصحوني شنو ندير انا متزوجه كنشوف مرات ابي كتعدى على اختي ما لقيت لها جهد كنفكر نطلق حيت ما لقيتش حل اخر باش نحمي اختي اختي الوالد ديالي غلباتو المراه و... و... ولا سحرالو ما عرفتش يعني ما عرفتش واش مسحور ولا غير غلباتو يعني غالباه يعني حاكمه كما كنقولوا فمن هاد الفيديو كنقول لك الله يدير لك تاويل ديال الخير ويرحم الام ديالك وان شاء الله يعني كطلب منكم البنات باش ما تبخلوش عليها اللي دازت من نفس التجربه ولا يعني بان لها يعني شي شي ضو في هذه هاد القضيه هذه ما تبخلش عليها في التعاليق حسبوها بحال الاخت ديالكم لان الطلاق شي حاجه لي صعيبه ما نبغيوه شي واحد أه ويعني انا في نظري الا طلقات غيوليو معذبين بجوج بهم غتعذبي انت واختك أه يعني تقدري واخا تبغي تعيشي مع الوالد ديالك في داركم مع الاب تقدر يعني كما كدير الاخت ديالك يولي وقع لكم بزوج بكم ولا تشوفيها كتعذب قدامكم واخا انت حداها وما تلقاي ما ديري ربما تبغي تهضري تدافعي على الاخت ديالك يجري عليكم الوالد لبرا بجوج بكم وتكرفصوا لان قلتي لينا هنايا ما عرفتي واش ساحره ولا غالبه في كلتا الحالتين راه يعني يقدر يقدر يدور فيكم بجوج بيكم ويقول لكم الله يعاون الباب ديك الساعات غتوليو مكرفصات بجوج بكم من ناحيه اخرى ما عرفتش لو كان نعرفك زعما وقيدة وغات يعني غتقديه يعني تعيشي انت والاخت ديالك في جميع الاحوال فما عرفتش كذلك كنشوف عاوتاني من ناحيه اخرى الا كنتي مستقره مع الزوج ديالك و زعما عايشين واحد الحياه اللي زوينه بزاف راه صعيب تطيعي يعني العش ديالك عاوتاني والله اختي ما عرفت انا انا ضخت ما عرفتش شنو غنقول لك أه يعني الحلول كاملين خايبين كما كنقولوا كي مر كنتمنى من البنات يعني كتبولك لي والله يدير لك شي تاويل ديال الخير وبسلامه